والشيخ سيدي أحمد تيجاني هو من مواليد عين ماضي، وكبر في عين ماضي وقرأ في عين ماضي، وأبوه وأمه مدفونين هنا في عين ماضي، وعنده أربع جدود مدفونين هنا في عين ماضي، هو جزائري المحض ومعروف بعين ماضي. ولكني نشأت الطريقة نتاع تيجانية من بعد اللي شد طرق ياسر وبحث في هذا الأمور، فالله سبحانه عز وجل أعطاله هذا الطريق. نقول لكم بعد 40 سنة والله أعطاله هذا الطريق اللي طريق محمدية إلا من كتاب والسنة، فيها الاستغفار موجود في القرآن العظيم، استغفر الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكاين إن الله وملائكته يصلون على النبي أمر صلى الله عليه وسلم، وكاين سيد الوجود قال لك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طريق الشيخ سيدي أحمد تيجاني استغفار صلاة على النبي الكلمة المشرفة لا إله إلا الله، ونشأ طريقة نتاعو هذه في عصره وتنشر الدرك عبر العالم، وعادت معروفة بالمريدين التيجانيين وأتباع التيجانيين حتى في أوروبا مش حتى في إفريقيا ولا في ربوع إفريقيا، وكان طريق بين من الكتاب والسنة، وطريق بين طريق محمدية وطريق على الصواب وطريق تنهي عن الفحشاء والمنكر وطريق عبادة لله سبحانه عز وجل، وعدها حتى حوايج أخرى مش قافي هذا الشيء، عدها حتى في تأليف القلوب، عدها في باش تسوي بين الناس، عدها في الإنسان في مساهمة التزويج، عدها في مساهمة التختيم، عدها في هذا، وهذه هي الطريقة التجانية انت أنا منشورة وصبحت معروفة عالمية. وما رام يذكروا من 350 حتى فوق هذه مريدين اللي شادين العهد وشادين الوثيقة نتاع التجانية هذا، هما 350. أما المحب 350 مليون، أما المحبين الخير والبركة هذه اللي يحبوا الطريقة التجانية. تنشرت وتوسعت في إفريقيا، هذه هي درك الجماعة والعلماء والمريدين التجانيين راحوا عبر هذا الإفريقيين، وعادوا يديروا في زوايا وعادوا ينشروا في الطريق التجانية تمايتي معروفة، لأنه طريق نتاع العلم وطريق نتاع تعليم القرآن، تربية الأيتام، كما قال الراجل المعاملة ما بين الناس، إطعام الطعام، هذه هي تنشرت وتنشرت بناس علماء، ما تنشرتش بناس جهالة والله ما يعرفوش هذه، عدها فحول نتاع طريقة شهنة، وعدها علماء كيفاه دايرين، عندهم تأليفات كبار، والعلم نور. ساهم تحطوا تقولهم هو قرضي دارفور الحق، خدمها سيدي علي قبل الله يوليه برحمة الله، وزاد كملها سيدي عبد الجبار، وزاد كملها سيدي الحاج محمد، وآخر مطاف احنا لقينا الأمور مهدة فكملنا البقية، لأنه كي رحنا لدارفور واجتمعنا مع الجماعة نتاع المعارضة ومع الأخرين 14 واحد اللي وإحنا حاضرين حطت الأسلحة نتاعها، والمعارضة في روحها كانت جبناها ودرنا مائدة العشاء معهم، هذه هي باش هذه هي. وكان الأمور نتاع لأنه هذا الناس اللي كان بيناتهم شغب لأنهم كانوا هما تجانيين، وإحنا الحمد لله هدينا لهم علماء وديناهم ناس وريناهم وش قال الله في كتابه العزيز وفي السنة النبوية الشريفة، والمسامحة والمسامح كريم والصلح خير، والإنسان هذا الشغب مش مليح، والفتن الفتنة نار ونعل الله واقدها، كما قال الراجل الفتنة أشد من القتل. السلم دائما ما كانش ما أحسن منه، الحرب خير، السلم خير، والمعاملة الطيبة خير، والإنسان كي يبعد نزغة الشيطان، لأنه هذا الحواج كله من نزغة الشيطان، والإنسان المتعمد العنيد واللي ما، ولكني كي نطلب والله سبحانه عز وجل ربي ييسر الأمور بالكلمة الطيبة وبالكلام وبكتاب الله وش راه يقول، ها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وش راه تقول.
حل القضية الليبية هم الليبيين كلهم مسلمين وينطقوا بالشهادتين قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكني كاين ناس تدير ميناتهم في فتن وفي أمور اللي ما يقبلهاش ربي سبحانه. وحنا راه عندنا جماعة من تجنيين راهم يتصلوا بنا بالتليفون، وكي يتصلوا بنا بالتليفون احنا الحق نقول لهم ودي راكم إنسان راكم مسلمين وماذا بكم تطبقوا الشريعة نتاع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفتن راه ما مش في صالح الليبيين، لأنه تشتت الليبيين هو تشتت الجزائريين هو تشتت المسلمين، وإحنا ما نقبلوش هذا الشيء. وإحنا نحثوا فيهم نقول لهم ماذا بينا تخاووا في بعضكم بعض، وواحد يتنازل الواحد باش تكون إن شاء الله الأمور، ونقول لهم دائما ندعو الله سبحانه عز وجل، وهذه أمور الحرب راه تخرجكم قفي ما يحمد عقباه، ولكن نهار اللي تتسامحوا وتكون ليبيا ليبيا المسلمة، ليبيا اللي عندها البترول، ليبيا اللي عندها الخير والبركة ما يخصها حتى خير، ونطلب لهم ربي وراثني احنا الحق الرئيس الجزائري والجزائريين راهم يجروا في واحد الجري نتاع باش يصلحوا ما بين هذا الفرقة وما بين الأخوة باش يبعدوهم نزغة الشيطان، وباش ربي ينزل بزولة الرحبة بيناتهم، وان شاء الله ما يعيوا الليبيين إلا مزخرفين متحابين حدودهم محلولة متعاملين مع جيرانهم ويبعدوا هذا الفتن وهذا المحن. الجزائر الجديدة هي رؤية تاع التفاؤل تاع خير، لأنه هذا شارع خرج بقوة، فيه مخلط فيه الشباب وفيه النساء وفيه الأطفال وفيه من كلش، ولكن طلبوا على حقوق وطلبوا على أمور وإن شاء الله قادية تتلبى لهم، ولكن ينتظر تبني سكنة ما تبنيهاش في دقيقة، لا بد عندها مهلة، دور تطلع السطحة تطلع بالدرجة، وهذا هذا الناس ورانا نشوفوا في أمور. وإحنا هذا الناس كانت شافت باللي الأمور خطات الاتجاه نتاعها وخطات وندت، نظن راها الأمور ذاك اللي دارش حاجة وقلب اللي راه في الحبس واللي راه متبعته القضاء متبعته، والقضاء فوق الجميع، القضاء هو اللي يفصل في هذه الأمور. وإحنا نطلب إن شاء الله هذه الجزائر الجديدة إن شاء الله ترجع جزائر جديدة منورة متفتحة على هذا العصر وهذا العالم، متحابين في ما بينهم، وما ينساوش عهد الشهداء لأنه ضحت عليها 1.5 مليون شهيد، وهذه التضحية راها مش سهلة، راها مسقية بدم الشهداء. ونظن الناس كي تحركت هذا هو دم الشهداء تحرك، وتحركوا بقوة وندوا بالأمور اللي ما يقبلهاش ربي وما يقبلهاش الإسلام وما يقبلهاش العقل وما يقبلهاش الواحد، ولكن نظن نعطوا فرصة للحكام، نعطوهم فرصة باش نشوفوا وراهم قادين يتاجوا، ولكن التفاؤل نتاعنا دائما نتاع خير، ودائما إن شاء الله نخرجوا إلا من الظلمات إلا النور. نتناصحوا فيما بيننا ونقول لهم يا شباب راكم انتوما اللي خيري خلف لخيري سلف، درك هذا الكبير راح وخلاص وفوت ايامه، ولكني وينه اللي يدير ينور الجزائر، وينه اللي يدير الجزائر الجديده؟ هي شبابها، هي اولادها، هي اولاد هي ويتفكروا عهد الشهداء، ويتفكروا عهد الناس اللي كانت ترقد تحت شجره، وكانت ترقد تحت حجره، وكانت قرصتها البرد والعطش وحراره السمش، وكانت هذو راهم شافوا الويل باش دينا ذي الحريه. هذه الحريه احنا لازم نتهلاو فيها ونتحابوا فيما بيننا، وحنا راها تربطنا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.